وفاء لفضل الأم وإكبارا لصبرها وصمودها، نظم مكتب الشهداء والجرحى في ربلة بالتنسيق مع مكتب شؤون الشهداء والجرحى بمحافظة حمص والفعاليات الاجتماعية والأيادي البيضاء احتفالية بمناسبة عيد الأم. جمعت أكثر من 300 سيدة من أمهات وزوجات الشهداء والجرحى والمهجرين من حمص وريفها. تضمنت زيارة لدير مار جورجيوس في بلدة المشتري. نحن اليوم عم نعيد عيد الأم مع أمهات الشهداء، الأمهات الصابرات الصامدات اللي عطوا من كل قلبهم، عطوا أغلى ما عندهم. نحن بتضافر جهود المجتمع الأهلي مع مؤسسات الدولة وعلى رأسهم مكتب شهداء المحافظة، محافظة حمص، تحية إلهم. قدرنا نعمل هاللمة، كمان منتشكر الأسيسي هدى اللي جمعتنا بعد أيام انقطاع الزمان، وقدرنا وحابين نزرع الفرح بقلوبهم. هالعالم اللي هاجروا من مناطق، من القصير، ربلة، دمينة، إدلب، حما، حمص، قصير، كلهم توزعوا بمناطق مختلفة، وهاللمة هاي اللي تعودنا نعملها من أول أحداث لهلا، بتلاقيهم إجوا مع بعضهم وشافوا أهليتهم، لأنه ما حدا عم يقدر يشوف أخته اللي بعيدة عنه مثلا 30 كيلومتر. هاللمة كانت لإلي كتير حلوة، لأني أنا بحبهم وهن بحسهم مبسوطين بهالجمعة، بس تعطلنا فترة الكورونا ما قدرنا نجمعهم، وإن شاء الله دايما عندنا مناسبات نقدر نجمعهم، وفرحتنا بتكتمل بفرحتهم هن. كما أقيمت احتفالية تخللتها فقرات عديدة من ألعاب ومسابقات ترفيهية وحفلا فنيا أدخل البهجة لقلوب الأمهات المشاركات. ونتمنى من داخله من شفيع مار جرجيس يحمي هالشعب السوري يا رب، ويحمي جميع الأمهات، وباسمي وباسم كل الموجودين بعايد كل الأمهات وخاصة أمهات الشهداء. كتير اللمة حلوة، ونتشكر كتير الأسيس يهودا لأن لمتنا كلياتنا وشفنا كل الأمهات، أنه هيك تعطيهم البسمة السعادة، والله يرجعنا على بلادنا بخير وسلامة. انبسطنا أنه شفنا بعضنا كل واحد من بلد، لأنه قلنا زمان كتير شفت الكورونا قاعدين بالبيوت، ما في طلعة ما في فوتي. الحلو بالجمعة كان انه مو بس من ريف الوادي، كمان من حمص، يعني فكله التم وجمعتنا جمعة حلوة كتير. بعد انقطاع لسنوات كان هذا اللقاء الذي جمع الأمهات من جميع أرجاء مدينة حمص وريفها اللواتي يسكن الشموخ قلوبهن إلى جانب الحب والحنان. من دير مار جورجيوس ببلدة المشتاية بريف حمص، شيرين العلي، الإخبارية السورية.